الكورونا عبارة عن غموض. هو فيروس مش سهل يعني شرس، وفي نفس الوقت اللي هو السهل الممتنع، انا مش قادرة احدد له موقف ولا معلومة. ايه رأيك في الاشعة الجديدة، وهي اشعة ولا لا؟ هو بالفعل ان هو الحالات الجديده اللي ابتدت تظهر بالذات مش في السن الصغير قوي بس في السن الكبير برضه، المراحل العمريه الكبيره، ابتدت تظهر موجه جديده باعراض الجهاز الهضمي زي القيء زي ما حضرتك تفضلتي، والاسهال والحراره وتكسير في الجسم بنفس الاعراض بتاعت او شبيهه بنزله معويه. اوكي. بس لحد دلوقتي برضه لسه نسبه الاطفال مش النسبه اللي تخوف، اللي هو كل الاطفال لا عندهم، لا دايما بيبقى الطفل لما بيجي لنا في المستشفى غالبا بيبقى عنده مشكلة أصلا في جهاز المناعة، هو أصلا ماشي على أدوية مناعية نتيجة أي عملية في حياته، أو هو حالته الصحية ماشي على أدوية مثبطة للمناعة شوية، فدول بيبقوا عرضة شوية. لكن الذعر اللي عند الناس إن كل الأطفال اللي بيجي لها ترجيع وإسهال دلوقتي هم من الإشاعات اللي بتتكرر كتير قوي، إن أي حد هيجي له ترجيع وإسهال هو ده الكورونا الموجة الجديدة. معلش أصلا أنا دقيقة. يعني هل فعلا الكورونا الفترة دي بتضرب الأطفال بمعنى أصح ولا يعني احنا خلينا نمشي على منظمة الصحة العالمية، ده كلام صحيح؟ لا هو مش المفروض كده، يعني مش المفروض ان الاطفال بتبقى نسبتها اكبر من الكبار حتى في المرحله اللي احنا فيها. أوكي. ولكن الاطفال دلوقتي هم مصابين بنزلات معويه كتير شويه، ده فعلا في كل البيوت، لان الصيف والبحر والجو الحر بيخلي ان الطعام يبقى فيه شويه افساد بسيط، فبتلاقي ان ويعتبر احنا ما بين الفصول صح كده، يعني خاصه درجه الحراره العاليه بتخلي دايما الطعام حتى لو انت عامله في البيت حتى لو شايله في الثلاجه بيبقى فيه دايما نسبه ان الاكل ده بيحصل فيه افساد، فبيبتدي يظهر حاجات بكتيريه، فبتبتدي يظهر بحراره عاليه جدا، بتظهر بترجيع باسهال شديد جدا. فالناس دايما يقول لك ده انا خاله جاله نفس الاعراض وتشخص ان هو كذا، لا هو ما ينفعش تاخد ان كلهم بنفس العلاج او بكلهم بنفس الحاله، ممكن كانوا قاعدين مع بعض بس ده بالظروف وده بظروف، فلازم التاريخ المرضي بتاع الحاله ده اتعرض لايه؟ عيلته فيها اخبارها ايه؟ كانوا مسافرين؟ كانوا بياكلوا بره؟ حد تاني تعب في البيت ولا لا؟ التحاليل بتاعته، التحاليل برضه تبقى مفيده قوي دلوقتي. طيب يعني لو هاخد نبذة مختصرة من اللي حضرتك قلته، ان الفترة دي في زي نزلة او دور شائع ما بين الاطفال اللي هو الاسهال والقيء والقصص دي، ولكن هو مش مؤكد ان هو كورونا. يس يس صح كده؟